هذا مدة دابا واحد 8 سنين، أنا راه مشيت لكازا 6 سنين دابا وجيت لقيت نفس المشكل، حتى شي حاجة ما تغيرات، الزبل هنايا والتراب هنايا والروضة حشومة. دابا السؤال المطروح، كنعرفوا أن أي شركة كتجي عندها ديك التحملات، ها شركة النظافة طبعا ثانية مع المجلس البلدي واحد ديك التحملات، من بيناتهم أن هناك غرامات. السؤال المطروح على السيد رئيس المجلس البلدي والنواب ديالو، واش هاد الشركة فاتوا عليها الغرامات؟ أكيد لا، علاش؟ قال فيها إن، لأنك الوقت ما كتفاتش واحد الغرامة، علاش ما كتفاتش عليهم غرامة؟ هاد الشركة خاصها تمشي بحالاتها اليوم قبل غدا، ولكن كاين واحد التواطؤ عجيب، راه ماشي غير سيدي عبد الكريم، راه جميع المناطق في آسفي إلا شي مكان فيه المسؤول، هذا كله كيكون سوي نقي. كنقسم لكم بالله كلو كان عندي الامكانيات غادي نمشي نكري التراكس وغادي نحيد هذا الشيء، وكانت الامكانيات. قال لك اسيدي نوضوا ديروا جمعيه، حنا اسسنا جمعيه، ولكن مع ذلك ما كتلقاش اذن صاغيه. السلام عليكم، اولا كنشكر موقع صافي الان على التغطيه. اليوم غنتكلم بصفتي ابن حي سيدي عبد الكريم، انا ولد سيدي عبد الكريم وعشت هنا وكبرت هنايا وكل شيء هنا. فاليوم كنشوف واحد الظاهرة غريبة جدا جدا، كنشوفوا شي حوايج اللي ما خاصناش نسكتوا عليهم. مباشرة بعد صعود المجلس الجماعي الحالي، اليوم كنشوفوا بأن هناك تواطؤ مع الشركة ديال النظافة. بالله عليكم أسف، اليوم كلها أصبحت أزبال، كلها أزبال، وأنتم غتشوفوا اليوم واحد الدليل. هذه حديقة كانوا في العشية كيجوا الناس الوليدات العائلات يجوا يريحونا، ما بقاش كيريحوا لان تحولت الى مزبله. هنا عندنا مقبره، حتى الحرمه ديال المقبره ما احترموهاش، الازبال. حتى كاين مؤسسه تعليميه، الازبال. شوف موقع استراتيجي، موقع زوين، فيه حديقه، فيه مقبره، فيه مؤسسه تعليميه، فيه الساكنه، كيتحول الى مزبله. حتى البركاسات ما كاينينش، الحاويات ما كاينينش، الازبال في كل بلاصه، الناس كتبغي تخرج، الامراض كتنتقل لهم، اللوائح الكريهه. دابا السؤال المطروح، كنعرفوا ان اي شركه كتجي عندها ديك التحملات، ها شركة النظافة طبعا ثانية مع المجلس البلدي واحد ديال التحملات، من بيناتهم أن هناك غرامات. السؤال المطروح على السيد رئيس المجلس البلدي والنواب ديالو، واش هاد الشركة فاتوا عليها الغرامات؟ أكيد لا، علاش؟ قال فيها إن، لأنك الوقت ما كتفاتش واحد الغرامة، علاش ما كتفاتش عليهم غرامة؟ هاد الشركة خاصها تمشي بحالاتها اليوم قبل غدا، ولكن كاين واحد التواطؤ عجيب، راه ماشي غير سيدي عبد الكريم، راه جميع المناطق في اسفي الا شي مكان فيه المسؤول، هذا كله كيكون سوي نقي. تخيل معايا ما كاينش واحد التواصل بين المجلس البلدي وبين الساكنه. انا شخصيا كنتواصل مع رئيس المجلس البلدي ما كيجاوبش التليفون، مع النواب ما كيجاوبوش، هكاك عباد الله لكن احشاكم الازبال، الناس كتعاني، النفايات، الكلاب الضاله. حنا ضد انك تقتل الكلاب الضاله، ولكن راه ماشي حاله ان الكلاب الضاله تولي كتجول في الشوارع وكتعطي واحد المنظر خايب. حتى المستثمر الا بغى يجي يدخل المدينه يدير شي مشروع كيبان لي حشاكم الكلاب والزبل، كيقول فين غنجي. السلام عليكم، معكم محسن دريوش، فاعل جمعوي، واحد من الساكنه اللي ترعرع وكبر في حي سيدي عبد الكريم. بصراحه اليوم كنتاسف لما اصبحت تعيشه ساكنه حي سيدي عبد الكريم، لانني كل ما خرجت من داري كنلقى الزبل. بغيت نخرج وليداتي يلعبوا، ما يمكنش ليا انا نديهم مثلا لواحد الحديقه اللي غادي نخلص عليه، ولا غادي ندير واحد المكان بعيد على حي سيدي عبد الكريم. ف بما انني واحد من الساكنه فانا خاص تكون عندي مساحه خضراء في الحي. ولدي او بنتي او عائلتي بغيت نخرجهم خاصني نجيبهم واحد الجدار اللي قريبه ليا للدار، ما عنديش ترونسبور، ما عنديش هذا، وهذا الشيء كيعيشوا بزاف ديال الساكنه ماشي غير انايا. عرفتي ملي كتخرج صباح الخير وكتلقى هذا الزبل، الناس المنتخبون واعدونا، انا ما غاديش نوض ونقول لك المسؤول خاص نحملوا المسؤوليه. انا كنطالب يتفتح تحقيق، الا كان هذا المسؤول كيقول لك ماشي انا، راه المواطن هو اللي داير هادشي، خاص المواطن يتحمل المسؤوليه. وإلا كان الشركه دايره هادشي فخاصها تاخذ الجزاء ديالها، لان ما خاصش كلشي يتهرب من المسؤوليه، حنا كاملين مسؤولين. فاليوم بغينا الشركه تخرجنا بتصريح وتقول لي انا ماشي انا، وبغينا المجلس البلدي يخرج ويقول لك ماشي انا، باش نعرفوا شكون كيدير هادشي. لاقاش ماشي ما يمكنش لينا حنا نبقاو عايشين هادشي سنوات 8 سنين وحنا كنشوفوا هاد الازمه. هاد الايامات تلقاو هادشي خرج للشانطي، راه حشومه وعيب. ما خلينا ما درنا، كتبنا في الفيسبوك، اتصلنا هاتفيا بالمسؤولين اللي كتهضر معاك يقول لك واخا واخا، دابا نديرو دابا نديرو. امتى غادي نديرو؟ امتى؟
السلام عليكم خويا، معكم هشام الجوبي من سكينة مدينة أسافي. أخويا كنعانيو من هاد المزبالة اللي كاينة هنايا، والناس مساكن متضرين، والدراري الصغار كيجيو هنا يلعبوا هنا بالجاج، يلعبوا بأي حاجة هنا. شحال من واحد مسكين تهرس، كاين اللي ما في حالوش مسكين، جمعنا ليه الفلوس باش درنا ليه القبص ودينا للسبيطار. وهاد الناس هادو هاد المسؤولين ديال مدينة أسافي ديما كنرسلوهم، كندفعوا طلبات، كندفعوا أي حاجة، حتى شي واحد ما كيتسوقنا، حتى شي واحد ما كيجاوبنا بأي لبلة. حنا كنبغينا هاد الشيء يحيدوه من هنايا، وهاد البلاصة ينقيوها علينا، حيتاش عندنا الدراري الصغار وعندنا وليداتنا كيدوزوا من هنا، عندنا مقبرة، كيجيو الناس من أي بلاصة، كيجي يزوروا الناس ديولهم، كيلقاو مزبالة، كيعانيو من الناس من هنا، كيبغيو يهودوا بطونوبيلاتهم، ما كيلقاوش منين يدوزوا. حشومة، عيب وعار، الساكنة ديال سيدي عبد الكريم يعيشوا بحال هكايا. اللي جا من أي مدينة كيضحكوا علينا، تيقول لكم نتوما ما عندكم لا مسؤولين لا حتى شي حاجة، معدومين السخشية. هاد الناس مسؤولين ما عندهمش شي حس ديال البلاد، باغين غير ينهبوا ويسرقوا البلاد، هادشي اللي باغين من هاد البلاد. شي حاجة أخرى في التحسينات ولا شي حاجة مع المواطنين ولا سميتو، ما كاين حتى شي حاجة. هانتوما كتشوفوا كيبغوا غير المصلحة، نهار الانتخابات تيجوا تيوعدونا بالوعود الكاذبة، وكيشروا الناس مساكن بأقل ثمن باش كيمشيو يصوتوا عليهم. حنا ما بغيناش هذاك الشيء، حنا نصوتوا عليك، من حقنا نصوتوا عليك، ولكن أنت من حقك تجي دير لينا ديك المتطلبات ديالنا اللي طلبناك عليها، خصك ديرها لينا باش إن شاء الله إلا داز 5 سنين راه أنت هو اللي كاين. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.